لن تصدق ماذا فعلت هذه الزوجة مع سائق زوجها وكيف عاقبهما الله تعالى على ما فعلوه سويا. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك زوج يعيش مع زوجته في حب وفرح وسعادة، وكان يوفر لها كل ما تحتاج إليه من الاحتياجات المعيشية، نظرا لأنه كان يحبها جدا ويريد أن يسعدها في حياتها ويعوضها عن السنوات الصعبة التي مرت بها قبل الزواج، وهي أنها كانت تعيش وسط أسرة فقيرة جدا ليس لها ما يكفي لمتطلبات الحياة مع والدها، حيث جاء هذا الشخص وأعجب بها وقرر بأن يتزوجها وينتشلها من هذا الفقر مع والدها، وبالفعل قام بزواجها وقدم لها كل ما تحتاج إليه وكذلك أيضا والدها، حتى جاء يوم وتوفي والدها وأصبحت ليس لها أحد في هذه الدنيا سوى زوجها فقط الذي كان يحبها ويتقي الله سبحانه وتعالى في معاملتها. وظلت الأمور هكذا حتى إن الزوجة بدأت تحتاج أن تذهب إلى بعض الأماكن البعيدة حتى تشتري بعض الأغراض التي يحتاجها المنزل، وكان ذلك بالاتفاق مع زوجها الذي كان يرسل لها السائق الخاص به حتى يذهب معها إلى أي مكان تحتاج أن تذهب إليه حتى لا تعاني من تعب الذهاب والعودة. وبالفعل جاء السائق وقام بالذهاب معها، وظلت الأمور هكذا حتى جاء يوم وجاء السائق حتى يقوم بتوصيلها كعادة كل يوم، ولكن هذه المرة بدأت الزوجة تنظر إليه وتتغزل فيه بدون أن يأخذ السائق باله من هذه النظرات الغريبة التي تنظر بها الزوجة له، حتى إنها طلبت منه بأن تجلس بجانبه فوافق السائق، وبالفعل جلست بجانبه ثم بدأت تثيره حتى يهتم بها، وبالفعل بدأ السائق يهتم بها بعدما علم ما تريده منه، وبدأ يتغازلون سويا حتى طلبت الزوجة من السائق بأن تذهب له ليلا حتى يسهرون سويا ويفعلون ما حرمه الله، وبالفعل وافق السائق وكان على أحر من الجمر لاستقبال هذه الزوجة في منزله ويقضي معها ليلة لم يكن يتوقعها على الإطلاق. وبالفعل قالت الزوجة للسائق على الموعد المحدد التي تذهب إليه في منزله، وكان السائق كله شغف لانتظار ذلك الموعد حتى يتواعد بهذه الزوجة، وبالفعل جاء الوقت المحدد وذهبت الزوجة إلى منزل السائق وقامت بطرق باب المنزل، ففتح لها السائق وقامت بالدخول، ثم جلست تتحدث معه أولا عن كيفية إعجابها به من أول نظرة وأنها لم تقدر أن تمتلك نفسها عند مشاهدته، فقال لها السائق: ولكني عندي سؤال أريد أن أسأله لك. فقالت له: اسأل ما تريد. فقال لها السائق: إني على علم بحب زوجك لك وإنه وفر لك كل ما تحتاجين إليه ولوالدك قبل أن يتوفى، فلماذا تفعلي ذلك؟ فقالت له: أنت معك كل الحق في ذلك، ولكن بالفعل لم أعلم لماذا أفعل ذلك، ولكن كل ما أعلمه أني مجرد أن أراك لم أستطع أن أتحمل بعدي عنك. فقام السائق وأخذها إلى غرفة نومه حتى يفعل الحرام معها، وعند دخولهم الغرفة كانت الفاجعة الكبرى، وهي أن زوجها يجلس على الفراش داخل الغرفة، فكادت الزوجة أن يغمى عليها وتقع على الأرض، فقام زوجها وقال لها: هل سمعت سؤال السائق؟ هذا هو نفس السؤال الذي أريد أن أسأله لك، لماذا فعلت هذا؟ فقالت له: إن السائق هو من أغواني وقام بتهديدي حتى أفعل ذلك. فكانت المفاجأة الأخرى عندما علمت بأن السائق هو الذي قال لزوجها على كل شيء ورفض أن يفعل الحرام مع زوجة الرجل الذي يمد يده إليه في آخر كل شهر ويأخذ منه راتبه حتى ينفق على نفسه، فقال لها زوجها بأن ذلك السائق هو أشرف منك لأنه قد تمرت فيه العشرة والمعروف، أما أنت فلم يتمر فيك كل ما فعلته من أجلك أنت ووالدك، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتركني على جهلي بما كنت تريدي فعله، ولكنه نور بصيرتي حتى يظهر لي كل شيء، وبالفعل قام بطلاقها وطردها خارج منزله بدون أن تأخذ شيء من حقوقها، وذلك حتى يستر عليها ولا يفضحها أمام الجميع.
وبالفعل تنازلت عن كل شيء وخرجت مثلما دخلت وأسوأ أيضا، حيث كانت أولا تعيش مع والدها، أما الآن فليس لها أحد سوى الشارع فقط الذي ذهبت إليه حتى تواجه مصيرها المجهول الذي لا يعلمه أحد سوى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا لا ننكر الجميل ولا ننكر معروف أحد صنعه بنا حتى لا تكون نهايتنا مجهولة، بل اجعلنا من الشاكرين. لن تصدق، هذه الزوجة جاءت بصاحبتها إلى المنزل فكانت الكارثة الكبرى. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كانت هناك زوجة تعيش مع زوجها الذي كانت تحبه جدا، وهو أيضا كان يحبها، وكانت الأمور تسير على ما يرام بينهما نظرا للتفاهم والحب الذي كان بينهما، وكان كل واحد منهم مخلصا للآخر، وكان كل واحد منهم أيضا يسعى لإرضاء وإسعاد الآخر. فكان الزوج يعمل ليلا ونهارا حتى يأتي لزوجته بكل ما تحتاج إليه من متطلبات الحياة المعيشية، وكانت الزوجة أيضا تحاول أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة به حتى تجعله أسعد إنسان في الدنيا. وظلت الأمور هكذا بينهما تزداد حبا وعشقا كل يوم، وكان لكل منهما أصحابه المقربين الذين يخرجون سويا ويسهرون خارج المنزل وأحيانا داخل المنزل. فكان للزوج صاحبه المقرب له، وكانت أيضا للزوجة صاحبتها المقربة لها. وفي إحدى الأيام جاءت الزوجة بصاحبتها إلى المنزل حتى يسهرون سويا داخل المنزل، وكان الزوج متواجد في المنزل في هذه الليلة التي جاءت صاحبة زوجته حتى تسهر معها. وبدأت صاحبة الزوجة تنظر إلى الزوج ببعض النظرات الغريبة، ولكن الزوج كان يحاول ألا ينظر إليها، وكان يقول لنفسه من المؤكد أنها لا تقصد أن تنظر لي كما فهمت. ولكن في الحقيقة كان هذا الكلام مجرد أن يضحك به على نفسه، ولكن بدأت صاحبة زوجته تأتي كثيرا إلى المنزل وتظل تنظر له عندما تأتي الفرصة. وليس ذلك فقط، بل كانت عندما تدخل الزوجة إلى المطبخ لإحضار بعض المأكولات أو المشروبات كانت تتجه ناحية زوجها وتجلس بجانبه وتحاول إغراءه حتى يلمسها، ولكن الزوج كان يبتعد ويحاول أن يوقف هذه المهزلة التي تحدث من صاحبة زوجته. وبسبب ثقة زوجته به كانت أحيانا تتركهم سويا داخل المنزل وتذهب لشراء بعض الأغراض ثم تعود مرة أخرى. وفي إحدى الأيام جاءت سفرية للزوج خاصة بالعمل، وبالفعل سافر الزوج، وبعدها جاءت رحلة للزوجة فقامت بالاتصال بزوجها حتى تأخذ رأيه في هذه الرحلة، فوافق زوجها وقال لها بدلا من أن تجلسي بمفردك